مستقبل الليلة two events organizers مسيو جان ساليبا and مسيو داني فارس. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك مسيو ساليبا. خبرنا أكثر عن الإيفنت اللي عم تستقبلوه the 16th of August. 16th of August هيدا الإيفنت اللي يعتبر من أهم إيفنتات اللي بتصير مثل العادة. نحن كل سنة منجيب أهم فنانين بالعالم. بقى هالسنة ساقبت بعد العيد بشوي يعني ضمن عيد الفطر. والإيفنت في الأكيد التور الأوفيشل تبع جانجام ستايل مع شاب خالد اللي كسر الدنيا هالسنة بغنية سيلافي. وعنا دي جي المعروف كتير ديفيد فانديتا دي جي سات. هيدا بعد ما يخلصوا الأرتست يغنوا أكيد في ديفيد فانديتا وميليسا مع بعض رح ينزلوا غنية جديدة. وأكيد الفيولونيست ميكا اللي بيولع الجو مثل العادة بكل كلبات العالم. مستر فارس ليه اخترتوا هالستارز بساي شاب خالد ميليسا and ديفيد فانديتا لتحيوا الإيفنت؟ أكيد لأنه غنية جانجان ستايل كسرت الدنيا بالعالم وغنية سيلافي أكتر غنيتين عاملين هيتس بالعالم هلا. قد مهم هيك حدث عم تستضيفوه بالنسبة لحضرتكم؟ أكيد هذا مهم كتير هذا الحدث رغم كل الأحوال اللي عم تصير بهالبلد يعني وخاصة هالمطربين العالميين اللي عم بحبوا يجوا على البلد وعم بيأمنوا بهذا البلد رغم كل الأخبار اللي بتطلع. ونحن كمان مثل كل سنة كمان منغامر على أمل محبتنا بهالبلد هيدا عم نجيب هالقد الإيفنت يكون كبير. وخاصة أنه كمان عاملين سكشن جديدة بهالنوع من الإيفنتات اللي هي سكشن تبع التين تبع الولاد الصغار يعني اللي عمره تحت الستاعش في بنفس اللوكيشن اللي هي ملعب فؤاد شهاب بجوني في قسمين الفنيو لقسمين قسم للريجولر عادي 16 بلس اللي عمره فوق 16 وقسم تاني لتحت 16 اللي هو ما في الكول كمان حتى انه الاهل يفوتوا مع اولادهم ويكونوا يعني مجموعين بمطرح انه لا في الكول ولا في بتعرفي هيك ايفنتات واحد بيشرب او لحتى ما يندمجوا مع بعض ويكونوا الاولاد مرتاحين. شو كانت ردة فعل بساي وشاب خالد لما دعوا يجوا يحيوا حفل بلبنان؟ صنيع الكامباين عملت والدليل بس عرفوا انه جاي خالد معنا على بيروت هجموا التلفزيونات كلها يعني هجموا الاكس فاكتور وقتها عملوا والعرب ايدل واخر شيء ميركس دور ما بقى في حدا ما حركش فيه لحتى يجي. وبرضه يعني نحن ايفنت تبعنا منه ايفنت تلفزيون هو ايفنت لكل العالم كفايه اللي حضروا على التلفزيون اوكي بيحضروا كمان كليب بس فرق انه خالد انسان يعني هذا عنده تاريخ يعني عنده ديدي وعنده عايشه وعنده عبد القادر يعني حيتحف العالم مش بس الولاد الصغار حيتحف الكبار كمان لانه هذا مطرب عالمي كتير كبير. بالنسبه لجمجم يعني لبساي او الشو تبعه ما هو معروف انه غنيتين عنده اياهم وهي الغنيه اللي جابت اكثر شيء فيورز بالعالم صار 1,800,000 يعني انه هيدي فرحه للاولاد كمان انه يشوفوا يرقصوا معه حتى عاملين يمكن نطلع يعني قد ما فينا نطلع اللي بيحب يرقص الرقصه حنطلعه على المسرح كمان معه حتى يعملوا هيدا الجو اللي شافوه بالكليب يعني اكثر شيء عدد من العالم يطلعوا معه. بليز تخبرنا اكثر عن اسعار التيكتس وين متوفرين والاكسبكتيشن لهالايفنت. هلا نحن متوقعين يجي بال 10,000 شخص يطلعوا وعاملين عشان هيك عاملين اسعار بتبلش بال 20 دولار 40 دولار 70 دولار 100 دولار 150 دولار ومتوفرة بكل فروع الفيرجن. مستر فارس ومستر صليبة نشكركم لوجودكم معنا. I would like to offer you a souvenir صغير من عيش بيروت.